صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، وهي الحكومة الثانية بعد الماء منذ تاريخ تأسيس الدولة الأردنية. وقد نصت الإرادة على تعيين الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع. وبناءً على تنسيب الرئيس الخصاونة، فقد تم تعيين 31 وزيراً في حكومته، بينهم 3 سيدات. وقد أدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ورئيس الديوان الملكي الهاشمي كتاب التكليف السامي وما جاء في مضامين رد الحكومة عليه في التقرير التالي. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة. في رده على كتاب التكليف السامي، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة ستولي الملف الوبائي أهمية خاصة مع العمل على تحسين الخدمات العلاجية الأخرى من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة. وفيما يتعلق بملف كورونا، قال الرئيس الخصاونة إن الحكومة ستواجه هذا الوباء من خلال العمل على تطوير استراتيجية الرصد والتقصي الوبائي للتعامل مع مرحلة الانتشار المجتمعي. وفي ملف التعليم، جاء في رد كتاب التكليف إن تداعيات الوباء قد ألجأتنا إلى اعتماد نمط التعلم عن بعد، وإننا سنقيم على وجه الدقة والسرعة المنظومة التعليمية، وسنعمل على إنضاجها وتطويرها لمواجهة كل طارئ سواء هذا الوباء أو غيره، وعلى قاعدة أساسية أن المكان الطبيعي للطلبة هو مدارسهم وغرفهم الصفية، حتى وإن اضطررنا لحمايتهم من الوباء باللجوء إلى أسلوب التعليم عن بعد، والذي نأمل وسنعمل على أن يكون إجراءً مؤقتاً، وهو ما ينطبق على جامعاتنا وطلبتها. وفي إطار توجيهات جلالة الملك لتكريس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي، قال الخصاونة إن الحكومة ستلتزم بالعمل وبالشراكة مع القطاع الخاص على تطوير السياسات الاقتصادية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار، وذلك بهدف التخفيف من التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا وتحفيز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنها ستلتزم وستعمل على طمأنة المواطنين على أن المال العام مصان ومدار بأعلى درجات الشفافية والحرص، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام وحقوق المواطن والدولة. كما وتؤكد الحكومة أنها ستبذل كل الجهد وستتخذ كل القرارات اللازمة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي لمواصلة جذب الاستثمارات. وحول الاستعدادات للانتخابات النيابية القادمة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستكون السند والداعم للهيئة المستقلة للانتخاب لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، واضعة كل الإمكانات لإنجاحها. وفيما يتعلق بقطاع السياحة، فإن الحكومة عازمة على التوصل إلى حلول مبتكرة إبداعية لتخفيف الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، حيث يعتبر هذا القطاع من أكبر القطاعات المتضررة، ما يستوجب العمل الفوري لإعادته إلى نشاطه وحيويته كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني وخلق الفرص وجذب الاستثمارات فيه. كما ستولي الحكومة الشباب جل اهتمامها، وهم جيل المستقبل الواعد، وستضع الحكومة كل الخطط والبرامج اللازمة للنهوض بقطاع الشباب ورعاية اهتماماتهم وإبداعاتهم. وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على أن حكومته ستولي أهمية خاصة لرعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وذلك تنفيذاً لأمانة المسؤولية الدينية والتاريخية التي ينهض بها جلالته،
والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة فيها، مؤكداً على أن الحكومة ستستمر في التصدي لكل المحاولات الساعية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس.